نشرة الثامنة نبدأها بالعناوين. مجلس الوزراء يراجع البرنامج الحكومي في ضوء تعليمات الموازنة، والسوداني يوجه بتنفيذ فوري للمشاريع والخطط. الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازي، وسلال التجارة تحمي أسعار المواد الغذائية من تقلبات الصرف. بلدية الموصل تسلب الكرامة في حي الكرامة، الجرافات تستعد لهدم المنازل المتجاوزة وتشريد سكانها النازحين من جديد. سامراء تحفظ أبنائها من الغرق في دجلة بمسبح حديث، أول مشروع ترفيهي يصممه طلبة الهندسة. مع دخول الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ، يرتفع منسوب الأمل بأن تنعكس 153 مليار دولار على واقع العراقيين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنعاش سريع على مستويات عدة، أبرزها الخدمات، الصحة، التعليم والطاقة. وفيما يراجع مجلس الوزراء برنامج الحكومة في ضوء تعليمات الموازنة، وجه السوداني بتنفيذ فوري للمشاريع والخطط، بينما ينخفض خبراء الاقتصاد أو يخفضون سقف التوقعات بشأن الإنجاز خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية. ناقش مجلس الوزراء اليوم برنامج الحكومة وخططها بعد تنفيذ تعليمات قانون الموازنة الاتحادية. وأكد المجلس أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي في ضوء التخصيصات المالية التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية في ظل توجيهات السودان الآتية. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي التي استكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب عام 2023. وكانت وزارة المالية دعت الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إلى مراجعتها لتسلم التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة الثلاثية. تأتي هذه الدعوة بعد يوم على دخول تعليمات الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ إثر نشرها أمس في جريدة الوقائع الرسمية. وتخص التعليمات موازنة السنة الحالية والسنتين المقبلتين في أعقاب نحو شهرين من التصويت على قانونها داخل مجلس النواب عبر جلسات ماراثونية وطعون ردت المحكمة الاتحادية على بعضها. ومع دخول الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى الحكومة وخطواتها الرامية لتحقيق برنامجها المرتقب وإنجاز المشاريع المعطلة، فيما خفض اقتصاديون سقف توقعات الإنجاز في الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية. التقرير مع علي أسد. 153 مليار دولار أصبحت متاحة أمام الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات بعد دخول الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ بأثر رجعي، إذ عدت نافذة منذ مطلع هذا العام. عشرات المشاريع المعطلة تنتظر الإنجاز،
وسط توقعات بتفضيل الاستراتيجية المقدمة من الحكومة إلى الوزارات والمحافظات. أنا ما أعتقد أنه نسبة تنفيذ الموازنة ستكون مرتفعة، لأشياء أنه أنت الفترة المتبقية يعني 4 أشهر، وهذه 4 أشهر إذا قسمنا السنة يعني على 3 ف 33% بالزايد، إذا كلش يعني من الممكن أن تسرع الوزارات والمحافظات تسرع في عملها حتى ما تتجاوز 50%. نسبة التنفيذ ما أعتقد تتجاوز 50%، خاصة مع وجود يعني العجز، تعرفون العجز الآن يعني جاوز 67 تريليون دينار عراقي. ومع إطلاق أموال الموازنة تسود توقعات بانتعاش حركة الأسواق الراكدة في ظل تذبذب سعر صرف الدولار، فيما تؤشر بيانات اقتصادية على إمكانية تأثر سعر الصرف ارتفاعا نظرا إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية. هنالك طلب راح يزيد على الدولار على اعتبار هنالك مشتريات من الخارج، من الطبيعي أن يزيد سعر الصرف، ولكن يجب أن تكون الزيادة معقولة. الآن الزيادة أصلا هي كبيرة جدا. ومع إقرار الموازنة الثلاثية فإن فرصة الحكومة في تنفيذ برنامجها خلال العامين المقبلين مواتية أكثر من سابقاتها، مع احتمال وجود تعديلات على حجم القانون المالي للسنتين المقبلتين تبعا لتغييرات أبرزها قد يطرأ على سعر النفط. من بغداد، علي أسد، UTV. وفي البصرة، أكد حسن النجار معاون المحافظ UTV، أكد مباشرة الحكومة المحلية بوضع آلية لتنفيذ عدد من المشاريع في المدينة بعد إقرار التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة الثلاثية. اليوم حقا بدينا بعملية خصم احنا تنفيذ الموازنة. البارحة السيد محافظ البصرة ايضا عقد اجتماع مع الاخوة النواب لاطلاعهم على آلية توزيع هذه المشاريع القديمة اللي موجودة عندنا لاستمرارها، وكذلك المشاريع الجديدة اللي دخلت في يعني محافظة البصرة. طبعا اهم المشاريع الاساسية والرئيسية هو الحولي الخاص بمحافظة البصرة، بالاضافة الى كورنيش الشط العرب اللي هو ضفة ثانية، يعني أنا أسميه كورنيش التنومة حقيقة، وأتمنى يسمى بهذا الاسم على اعتبار حتى يختلف عن كورنيش شط العرب، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يعني غير الحول. الحول طبعا ليس فقط شارع وجسور من قبل، وإنما حتى يعني مجمعات صناعية وتجارية. مباشرة ينضم إلينا الآن الدكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. دكتور، أهلا بك. إذن مجلس الوزراء قرر مراجعة مشاريع وخطط البرنامج الحكومي بضوء تعليمات الموازنة وتنفيذها، ما التغيير المرتقب بمراجعة المشاريع والخطط الحكومية؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أنا أتوقع أن المراجعة للبرنامج الحكومي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء هو لإعطاء الأولويات والبدء بآلية التنفيذ المباشر للمشاريع، لأنه إحنا نتحدث الآن عن إطلاق الموازنة. الموازنة تتكون من شقين مثل ما يعرف الجميع. الجانب التشغيلي لا مشكلة فيه، الصرف ممكن أن يبدأ بأثر رجعي لأن هي معظمها رواتب وإجور ومستلزمات خدمية ومستلزمات أخرى للمؤسسات والمشاريع وللمؤسسات وفق احتياجاتها. المهم عندنا واللي نتحدث عنه اللي هو الموازنة الاستثمارية. الموازنة الاستثمارية تنطبق تماما مع ما جاء بمفردات البرنامج الحكومي، أنه هي مخصصة لتقديم الخدمات، الماء، شبكات المياه، صرف الصحي، الطرق، المجمعات السكنية، مستشفيات، مدارس، وهذه موجودة في البرنامج الحكومي، موجودة بالموازنة. ثم بعد ذلك عندنا المشاريع المتلكئة، عندنا أكثر من 1000 مشروع متلكئ، نسبة الإنجاز تختلف من مشروع لآخر. احنا ما عندنا مشاريع استراتيجية حديثة حتى ممكن أنه تحتاج إلى وقت طويل لإعداد دراسات الجدوى وإعداد المخططات حتى ممكن أنه التنفيذ يبدأ بعد سنة أو أكثر من سنة. لذلك أنا أعتقد أنه فعلا سيبدأ الإنجاز من لحظة الموافقة على بدء الصرف مع تخصيص الأموال. طيب، هذا أولا. نعم. الأمر الثاني، الأمر لا يتعلق بأربعة أشهر، يعني هناك فقرة في الموازنة العامة تشير إلى، طبعا وهذه من حسنة الموازنة الثلاثية، أنه الصرف سيستمر على تنفيذ المشاريع حتى بانتهاء السنة المالية، يعني الأمر لا يتوقف يوم 31/12. أنا أستغرب من بعض الآراء اللي تطرح أنه يحسب على 4 أشهر، لا، هذه نحسب أنه كأنه الصرف بدأ من يوم 1/1 اليوم، يعني يوم 1/8 كأنه 1/1، وسيستمر
الصرف على هذه المشاريع إلى حين انتهائها بالكامل. يعني وبالمناسبة معظم نعم. هذه المشاريع لا تحتاج إلى طيب وقت دكتور طويل. بمعنى نعم. الباحثون بشأن الاقتصادي اللي أكدوا أنه نسبة إنجاز هاي المشاريع خلال هذه السنة ما راح يتجاوز 50%، أنت مع هذا الكلام أو ضده؟ لا لا، أنا أعتقد أنه الأمر أكثر من ذلك، لأنه طالما أنه المشروع مستمر. شوف سابقا هم ليش يتحدثون عن 50%؟ سابقا كان يتوقف الصرف على المشاريع لحين إصدار الموازنة الجديدة. الآن ما نقدر نقول 50% و30% و70%، طالما أنه الصرف مستمر حتى مع انتهاء السنة المالية، فأنا أعتقد أنه نسبة الإنجاز ستبقى مستمرة لحين إكمال المشروع. وبالغالب هذه المشاريع لا تحتاج إلى وقت طويل. يعني أنا كنت أسمع تقريركم الكريم ما يخص محافظة البصرة، يعني نعم. كورنيش وشارع وحتى بناء المستشفى المدارس، يعني أنا أعتقد شنو الشيء يحتاج من وقت 6 أشهر 8 أشهر، أقل من هذا الرقم إذا كانت فعلا هناك جدية بالعمل مع التنفيذ المباشر. آلية التنفيذ المباشر اللي جاء بها البرنامج الحكومة أنا أعتقد أنه سيختصر الكثير من الروتين. يعني ما نحتاج إلى إعلان وعطاء وتقديم عطاء وفتح العطاءات اللي كانت تستغرق 3 أو 4 أشهر. طيب. الآن سيبدأ التنفيذ المباشر الفعلي. نعم. طيب ذكرت حضرتك بأنه الموازنة بها جانبين، الجانب التشغيلي والصرف أيضا، وكذلك الجانب الاستثماري والبدء بتقديم الخدمات والمشاريع المتلكئة. كل هذا ذكرت أنه إطلاق مخصصات لتنفيذ خطط الحكومة في الموازنة. هذه الأموال والصرف ما راح يأثر على سعر صرف الدولار؟ راح يرتفع، وبالتالي كيف ستكون انعكاس ذلك على الحركة التجارية في الأسواق؟ لا، هو شوف التأثير حتما أكو تأثير، لكن التأثير مما يخص الجانب الاستثماري، أنا أعتقد أن الحكومة ستلبي أو البنك المركزي سيلبي طلبات المقاولون والمتعهدون والذين ستكون لديهم مشاريع استثمارية مع الحكومة. يعني عندما نتحدث عن تبليط الطرق، عن بناء المدارس، عن بناء المستشفيات، هذه كلها مستلزماتها المستوردة سيلبى على أساس سعر الصرف الرسمي. ولكن ما يؤثر على سعر الصرف انه احنا راح نبدي بعمليه اطلاق الصرف اعتبارا من 1/1 بما يخص الجانب التشغيلي. يعني عندنا كثير من الموظفين اصحاب العقود المحاضرين اللي تم تثبيتهم في الشهر الثاني من هذه السنه، هذه الاموال رواتبهم المتراكمه لانه لم تصرف لهم خلال هذه المده، رواتبهم المتراكمه بالتاكيد ستشكل ضغط بالسوق على سلع استهلاكيه، جزء منها يلبى خارج منصة البنك المركزي، فبالتأكيد مثل هذه راح تشكل ضغط على سعر الصرف. أنا لا أعتقد أنه سيكون التأثير كبير ومستمر، يعني ربما يرتفع لي ممكن أسبوع أسبوعين شهر ثم بعد ذلك يعود الاستقرار، لأنه سيستقر يعني الوضع. إذا ارتفع نعم. راح يطلق البنك المركزي العراقي أيضا إجراءات معينة تتوقع حتى نستقر بسعر الدولار؟ هو لا البنك المركزي مستمر بإجراءاته، يعني صح أنا عندي تحفظ على بعض الإجراءات باعتبار أنه لم تحد أو لم توقف عملية الارتفاع اللي مر، لكن أكيد سيبقى مستمر بإطلاق الحزم من أجل التأثير على سعر الصرف والعودة به مرة أخرى إلى نعم. يعني على الأقل على 1450. نعم. طيب دكتور، هل تتوقع لهذه الموازنة أن تنقذ العراق من أزماته الاقتصادية؟ وما تقييمك للإشكاليات المتعلقة باضطراب أسعار النفط؟ يعني خليني أبدي من الأخير. اضطراب أسعار النفط أنا أعتقد أنه جاءت لصالح العراق باعتبار أنه عام 23 كانت التوقعات تشير، وأنا واحد من الذين كنت أتوقع أنه سيكون الربع الرابع من هذا العام أن أسعار النفط ربما تنخفض عن 70 بكثير، لكن العوامل السياسية الدولية، الصراعات السياسية الدولية والحزم اللي اتبعتها أوبك بلاس اللي خفضت من سقف الإنتاج كانت أسهمت ببقاء سعر برميل النفط أعلى من 70. يعني إحنا الآن دا نتحدث عن 82-83 دولار، وهذا سيستمر إلى نهاية العام. نعم. المشاكل الاقتصادية مشاكل بنيوية في طبيعة النظام الاقتصادي. أنا لا أعتقد أنه موازنة لسنة أو لسنتين أو حتى لـ3 سنوات
لأن هي طبعا لسنتين مو ثلاث سنوات. صحيح. لا تحل كل المشاكل الاقتصادية. احنا عندنا مشاكل بهيكلة الاقتصاد العراقي. اليوم نعتمد فقط على قطاع النفط. الزراعة تراجعت مستواها ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 4%، وهي المفروض مساهمتها لا تقل عن 16%، والمفروض تشغل على الأقل 30% من القوى العاملة. نتحدث عن الصناعة اللي يفترض أن تكون مساهمتها أعلى من 20%، بينما هي الآن أقل من 1%، وفي حديث للسيد وزير التخطيط يقول صفر أو سالب. فمثل هذه حتى نصلح هذه القطاعات نحتاج إلى وقت طويل. حتى القطاع التعليمي بمشكلة، القطاع الصحي بمشكلة، القطاع السياحي بمشكلة. هذه تحتاج إلى استراتيجيات تؤطر ويتم تنفيذها على أرض الواقع، ونحتاج إلى وقت. استراتيجيات ما تنجز خلال سنة أو سنتين. نعم. بالغالب تحتاج لها من 10 إلى 15 سنة حتى نصلح الوضع الاقتصادي. نعم. الدكتور عبد الرحمن المرشداني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. الدينار يعاود الانخفاض أمام الدولار وبقية أحداث العراق مع فاطمة. إليك الوقت فاطمة. شكرا ناطر، أهلا بكم. ارتفع سعر الصرف إلى 152 ألف دينار لكل 100 دولار في السوق الموازي. شبكة مراسلي يو تي في ذكرت أن سعر الصرف عاود الارتفاع بشكل طفيف بعدما هبط خلال الأيام الماضية إلى عتبة 151 ألف دينار للورقة. وفيما رفعت رابطة الصرافة عدد الشركات التي تبيع دولارا للمسافرين بالسعر الرسمي إلى 40 شركة في بغداد، تجاوزت المبيعات النقدية لنافذة العملة في البنك المركزي اليوم 31 مليون دولار، بفارق نحو 1 مليون دولار عن يوم أمس. أسعار المواد الغذائية في نينوى كانت سترتفع إلى مستويات عالية لولا أن وزارة التجارة دخلت بأكثر من طريقة لتبقيها ضمن معادلاتها الطبيعية، فبقيت محمية من تقلبات سعر الصرف. نتائج إيجابية حققتها خطة وزارة التجارة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية عبر التوزيع المنتظم لمفردات السلة الغذائية وإيصالها إلى الشرائح المتعبة من دون الحاجة إلى شرائها من الأسواق المحلية. عندك السلة الغذائية على الشارك يجون السوق، لو ماكو سلة غذائية نقول وجبة نسميها، ألا تستمر نصير 100 ألف، بس الحمد لله الوجبة موجودة توزع بشهر بشهر. تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار وما تبعه من آثار اقتصادية انعكس على السلع المستوردة، لكنه لم يلامس مفردات البطاقة التموينية نتيجة الاكتفاء المواطني إلى حد كبير بمفردات السلة، فضلا عن تسيير فرق جوالة تضم الأجهزة الأمنية والرقابة التجارية على الأسواق، أسهمت هي الأخرى في وضع حد للمتلاعبين. كانت لنا جولات في السوق في الأسواق في محافظة نينوى بالاشتراك مع أخواننا الجريمة المنظمة والأمن الوطني وفي بعض الأحيان حفظ القانون وأسوات. الحمد لله الأسعار مستقرة في محافظتنا الحبيبة. كيس الطحين الزنة 50 كيلوغرام المحلي سعره من 18 إلى 19 ألف دينار. تأمين مواد غذائية بأسعار مدعومة ومنها حليب الأطفال وبيض المائدة والدجاج وتزويد محدودي الدخل والمشمول بالرعاية الاجتماعية بسلال خاصة، فضلا عن مراقبة الأسعار، خطوات ناجحة أجرتها وزارة التجارة للسيطرة على السوق. قاسم الزيدي، يو تي في، الموصل. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد، مشددا على التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر وذي سيادة. البنتاغون وفي بيان ذكر أن أوستن بحث مع نظيره العراقي في واشنطن التعاون الأمني المشترك، مجددا التزام بلاده بمواصلة تدريب القوات المسلحة العراقية وتقديم المشورة والمساعدة لها وتبادل المعلومات الاستخبارية معها بدعوة من بغداد.
استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر في مقر التحالف ببغداد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني على رأس وفد من أعضاء الحزب، وشهد اللقاء بحث مستجدات الساحة السياسية وأهمية التوافق الوطني لتجاوز الأزمات وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والعمل على تنسيق المواقف استعدادا للمراحل المقبلة. من جانبه أثنى الوفد الزائر على مواقف الشيخ الخنجر في تقريب وجهات النظر والعمل على خدمة العراق واستقرار الوضع السياسي فيه. قال عضو القانونية النيابية رائد الملكي إن البرلمان سيستضيف وزيري الداخلية والمالية السبت المقبل. وأوضح المالكي في تصريح صحفي أن استضافة وزيرة المالية طيف سامي تتعلق بالتحول الرقمي والأتمتة، فيما ترتبط استضافة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بقضيتين لم يكشف عن تفاصيلهما. هذا ومن المقرر أن تشهد الاستضافتان توجيه أسئلة شفوية من النواب إلى الوزيرين. حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة من دواء لمكافحة السعال في العراق صنعتها شركة هندية. المنظمة الأممية قالت إن الدواء المعروف باسم كولد أوت شراب من تصنيع فورس إنديا لصالح دابي لايف فارما، ويحتوي على مادتين ملوثتين هما الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح به. وذكرت وكالة رويترز أن أدوية مكافحة السعال مصنعة في الهند ارتبطت بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي. نقص الآليات المتخصصة برفع النفايات وعطل أغلبها يدفع الأهالي في الناصرية إلى تجميع القمامة في الساحات العامة وعلى أرصفة المدارس، فيما تدعو حكومة ذقار إلى التعاون لعبور الأزمة. قديمة جديدة أزمة تكدس النفايات في شوارع وأحياء الناصرية. الساحات العامة وأرصفة المدارس باتت محطة لتجميعها بعد أن يئس الأهالي من رفعها، فكابسات البلدية لا تزورهم إلا كل 10 أيام أو أكثر من ذلك أحيانا. ما أعرف إيش قد منا لما تصير زبالتنا تصعد للخشم، لو نلاقيه يقول لي عمي ترى احنا أهلك وعمامك وأخوانك تعلينا نحرمص لا يجي، ماكو ما يجي. ولا تتعلق مشكلة تكدس النفايات في معظم أحياء الناصرية في تأخر رفعها إلى مناطق التجميع أو الطمر، بل أن أغلب المواطنين يشكون من عدم تجهيزهم بحاويات النفايات لمنع رميها في الساحات العامة. مشكلة النفايات اللي صارت بالمحافظة وبالمدينة بالذات هاي مشكلة كبيرة، يعني أكواد أكواد على شنو ما أعرف، ماك سيارات، هاي الحاويات نسيناها احنا كمدينة الصدر أو المحافظة، ماك حاويات مثلا يفترون على كل مواطن أو على كل بيت يا هاي حاوية خلي النفايات بيها مثل باقي بلدان العالم. وترجع حكومة ذقار أسباب تكدس النفايات والتعثر في ملف النظافة في المدينة إلى قلة الآليات التخصصية وعطل أغلبها، فيتبقى عدد قليل لا يمكنه نقل كميات النفايات المرمية في الأحياء السكنية، داعية المواطنين إلى التعاون إلى حين عبور الأزمة. هذه الكميات تحتاج آليات، تحتاج كابسات، تحتاج جهد خدمي، تحتاج تعاون المواطنين مع جهد الخدمي بهذا الخصوص. يعني ممكن المواطن نفاياته أن تضع في أوقات الوردية اللي موجودة بسبب نقص الخدمات، نحتاج شوية اهتمام من قبل المواطنين وضح داخل أكياس لحين إيصال الكشف المعد بتجهيزهم بحاويات. ومع ما تخلفه الناصرية من نفايات تقدر بنحو 33,000 طن شهريا، تؤكد الحكومة المحلية حاجتها إلى نحو 50 عجلة تخصصية حديثة لرفع النفايات من أحياء المدينة بصورة شبه يومية. من الناصرية أحمد السعيدي، UTV. نسبة متدنية جدا تسهم بها الصناعة في أجمالي الناتج المحلي العراقي. UTV في حوارات خبراء اقتصاديين ومستثمرين صناعيين للوقوف على أبرز معوقات نمو المشاريع. لا تسهم الصناعة في إجمالي الناتج المحلي العراقي إلا بنسبة 2%، وهذا عائد إلى عوامل عدة بحسب خبراء الاقتصاد.
أبرزها الخلل في السياسة النقدية واعتماد سياسة تجارية منفتحة أدت إلى دخول سلع مهربة من دون رسوم جمركية وأخرى مرت رسميا لكن بضرائب مخفضة وجميعها زاحمت ما يصنع محليا. صناعة تعاني اليوم من المشكلات الخلل في السياسة النقدية، اعتماد سعر صرف للدولار منخفض أدى إلى انخفاض في أسعار السلع المستوردة من دول الجوار، وهذا شكل عامل مزاحمة كبير للمنتج المحلي. السياسة التجارية المنفتحة واللي تتدفق من خلالها السلع من الدول الأخرى أما من دون رسوم جمركية عبر المنافذ غير الرسمية أو من خلال فرض رسوم جمركية متدنية تجعل أيضا السلع العراقية غير قادرة على المنافسة. أصحاب المعامل العراقية في القطاع الخاص ذكروا ليو تي في تحديات تحول دون نمو المشاريع الاستثمارية الصناعية المحلية مما تسبب بتراجعها ومنعها من تعزيز الإنتاج والصمود بوجه السلع المستوردة. اليوم المشاريع الصناعية تحتاج إلى إدخال مواد من خارج القطر، هذه المواد تدخل في روتين و معرقلات لقرض إدخالها. أغلب المشاريع الصناعية تحتاج الخبرات الخارجية، تعرف العراق عندنا قطاع طويل في الخبرة، فحتى المدربين اللي يجون للعراق يكون إيصالهم للعراق روتين صعب وسمات الدخول صعبة. كما تطرح وزارة الصناعة والمعادن رؤية جديدة لتنمية الناتج المحلي العراقي عبر التوجه نحو عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن التركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية منها الحديد والصلب والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات والكبريت والفوسفات. وحتى تنمو الصناعة في القطاعين العام والخاص فلا بد من اتخاذ حزمة من الإجراءات تبدأ بضبط الحدود ولا تنتهي بإلزام المؤسسات باستخدام المنتج المحلي بدلا من الاستيراد طالما أن هناك بديل ينتج عراقيا. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. فقد أكثر من 1500 عائلة عملهم بعد ردم ما يقارب 80 بحيرة لتربية الأسماك في بابل، أصحابها يطالبون بإيجاد بديل لقوت يومهم مؤكدين أن البحيرات كانت تسهم في استقرار أسعار السمك. وسط أحواضه السمكية السبعة المغلقة في قرية ألبو مصطفى بمحافظة بابل يسير عمر زياد بعد قرار وزارة الموارد المائية إزالة مزارع الأسماك غير المجازة في العراق لتوفير مياه الشرب والري. يقول عمر إنه كان يربي فيها نحو 50,000 سمكة شهريا تسهم في استقرار أسعار السمك في السوق، لكن ردمها ومزارع أخرى تسبب في ارتفاع الأسعار من جديد ليصل ثمن كيلوغرام السمك الواحد 8,000 دينار. عندي 7 أخوة عايشين بهاي البحيرة، صارنا ونشتغل أكثر من 20 سنة، أزيد من 20 سنة نشتغل بهاي البحيرة، نطلع من عندها متاعنا ورزق العائلة وغيرها ومن هاي الأمور، وكذلك هم مشغلين بها الناس وإحنا عايشين على هاي. في هذه القرية يعيش أكثر من 1500 عائلة على تربية الأسماك بواقع 80 بحيرة رودمت كلها ولم ينجو منها سوى 5 بحيرات حصل أصحابها على تراخيص من السلطات المعنية بها في وقت سابق، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بإيجاد بديل لأصحابها من أجل توفير دخل لهم. وتنتشر في العراق أكثر من 5,000 مزرعة لتربية الأسماك غير مرخص فيها أغلق نصفها بسبب عدم دفعها الضرائب والرسوم، وينتج العراق نحو 1,000,000 طن من الأسماك سنويا لكنه تراجع إلى 190,000 طن بعد حملة وزارة الموارد المائية في إغلاق غير المرخص فيه منها. هاي البحيرات عايشة عليها طبعا ما يقارب 1,500 عائلة بين مربي بين عامل بين وقود جماعة الوقود بين السواق الأجور يعني السيارات وغيرها وأصحاب المعامل. وللسنة الرابعة على التوالي يمر العراق بأزمة جفاف شديدة بسبب تأثره بالتغيرات المناخية، ما يمثل تحديا كبيرا على السلطات المائية للحفاظ على ما تبقى من المخزون المائي الاستراتيجي المتراجع بسبب قلة تساقط الأمطار. وتشير الوزارة إلى أنها ستسمح مستقبلا بالأحواض أو الأقفاص العائمة على مسار حوض نهر الفرات لأنها أقل استهلاكا للمياه.
بلدية الموصل تهدم منازل النازحين في حي الكرامة. هذا الملف معك ناطر. شكرا فاطمة. المساكن العشوائية أو الدور المتجاوزة تحد كبير أمام الدولة، فتلك الأماكن يشغلها 10 سكان العراق. مختصون يرون أن لا حل لهذا التحدي إلا بإقرار قانون معالجة التجاوزات. حكومة السودان سحبت مشروع القانون من مجلس النواب بعد إخفاق الأخير في تمريره ضمن الدورة السابقة. وزارة التخطيط تقول إن دراسات تجرى على مسودة القانون لجعلها تتلائم مع المتغيرات الجديدة بالنسبة للعشوائيات وتضع حدا لحملات الإزالة الجائرة. الدور المتجاوزة في الموصل صداع في رأس السلطات والساكنين على حد سواء. 26 عائلة نازحة تشد الرحال لنزوح آخر من حي الكرامة، فيما الحكومة المحلية لم توفر بديلا يقي تلك الأسر حرارة الصيف وبرودة الشتاء. التفاصيل مع محمد سالم. بعدما أكملوا إجراءات التمليك وتسلموا وصولات بذلك، فوجئوا بصدور قرار إزالة لدورهم من دون سابق إنذار. 26 عائلة نازحة من مختلف مناطق نينوى في حي الكرامة بأيسر الموصل يستعدون لنزوح جديد والخروج من هذه الدور إلى العراء. هاي بيوت التجاوز احنا قاعدين بيها، جتنا البلدية طلعونا من بيوتنا، هذا اغراضنا، شوفوا اغراضنا وحالنا بالشمس وطالعين، ما عندنا مكان. احنا لو عندنا مكان وين نروح؟ وين نروح لو عندنا مكان نقعد بهاي المزبلة؟ مزبلة قاعدين بيها وساكتين وراضين وحامدين الله، وما يجوزون عنا البلدية. وعلى الرغم من إصدار مجلس الوزراء قرارا بالتريث في إزالة التجاوزات السكنية على أراضي الدولة لمدة 10 سنوات، فإن بلدية الموصل ماضية في تنفيذ قرارات الإزالة والهدم لتطول هذه المرة عوائل سحقها الفقر والعوز والنزوح المستمر. قبل تقريبا 6 شهور جو بلغونا قالوا جاي إزالة على هاي البيوت معكم. يا أبو ليش إزالة؟ احنا نعرف أنه رئيس الوزراء أصدر أمر مدة 10 سنين ما حد يجي من المتجاوزين. شنو معناته من يجي عليك يقول لك تعال تفليش والقرار ما رئيس الوزراء ما صار له نافذ فترة، شنو معناته؟ لم تتجاوب بلدية الموصل معنا ولم نحصل منها على تصريح بشأن إزالة منازل هذه العوائل، وبالتالي فإن مصيرهم ما يزال مجهولا في ظل التهديد بالهدم من دون توفير مسكن بديل. خلي يرحمهم بحالنا، الله ينقال له الله، احنا ناس فقراء. يعني لو عندي والله ما أقعد بها يومية جاي حتى ما أخذ هوياتنا، يعني يومية هالتهديد هدم هدم هدم، واحدنا انجلط، واحدنا عنده بيت انجلط يعرفون كله، الله ما يقبل الشيء هذا. منذ تحرير الموصل شهدت نينوى عددا من احتفالات وضع أحجار الأساس لمشاريع سكنية واطئة الكلفة وإعلانات بتخصيص مليارات لبيوت قيل أنها ستخصص للفقراء، لكنها على ما يبدو لم تكن إلا سرابا يحسبه الظمآن ماء. من الموصل محمد سالم، UTV. 10% من بيوت العراق متجاوزة، إحصائية رسمية تفتح الباب واسعا أمام أزمة السكن. السلطات المحلية تزيل التجاوزات بالجرافات من دون الاستناد إلى قانون مشرع أو حتى توفير بديل مناسب. العرض الإخباري الآتي الذي يعده عبد المهيم باسل يلخص مشكلة العشوائيات، أما التقديم فهو للزميلة آيات شخشي. أهلا بكم. العشوائيات مساكن غير منظمة تجاوز سكانها على أراض تابعة للدولة. انتشارها الكبير العابر للمدن تشكل عبر نحو 4000 تجمع، وهي تضم 10 سكان العراق من غير القادرين على تأمين بيوت ضمن المناطق العمرانية. ولإزالة أي تجاوز لا بد من توفير بديل له، لكن هذا الأمر لا يحدث في الواقع. فمئات المنازل العشوائية هدمت وشرد سكانها من دون مأوى وإن كان بيتاً واطئ الكلفة. بين وقت وآخر تنفذ في المحافظات حملات بلدية بقرارات تتخذها الحكومات المحلية لهدم مساكن المتجاوزين وتسويتها بالأرض
من دون الاستناد إلى قانون مشرع لغاية الآن. في الدورة التشريعية السابقة وتحديداً عام 2019 قرأ مجلس النواب مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية قراءة أولى ولم يصوت عليه، رغم أنه رسم خارطة طريق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات من محورين: الحد من انتشار العشوائيات ومعالجتها. وبعد تشكيل حكومة السودان سحب قانون العشوائيات من البرلمان لإعادة النظر في مواده وتعديله وفق واقع التجاوز الجديد، فضلاً عن وضع معالجات لإنهاء ظاهرة التجاوز أو تخفيفها من خلال تأهيل العشوائيات أو تمليك سكانها أراضي ضمن مجمعات أو منحهم قروضاً سكنية بحسب وزارة التخطيط. وفي سياق المعالجات، أعلنت وزارة الإعمار قرب إحالة 5 مدن سكنية جديدة في بغداد إلى الاستثمار لتوفير وحدات سكنية بعضها للفقراء، حيث تحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد العشوائيات ثم البصرة ثاني نوى. سادتي، وعن ملف التجاوزات السكنية معنا الآن مباشرة المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي. أستاذ الهنداوي أهلا بك. إذن هناك عشر سكان العراق هم من العشوائيات، برأيك كيف يمكن حل هذه القضية المتأزمة أو معالجتها على أقل تقدير؟ شكرا جزيلا. مساء الخير ناطق، مساء الخير لك ولمشاهدي يو تي في حيثما كانوا. بالتأكيد ملف السكن العشوائي في العراق يمثل واحد من أهم وأخطر الملفات التي تواجه الوضع العام، تواجه الحكومة بشكل خاص، وبالنتيجة هناك جهود كبيرة تبذل من أجل معالجة هذا الملف على المدى يعني القصير والبعيد. بموجب التحديثات الأخيرة التي أجرتها وزارة التخطيط خلال العام الماضي 2022، وجدنا أن هناك زيادة في أعداد التجمعات السكن العشوائي بنسبة 15% عما كانت عليه قبل 5 سنوات. وقبل 5 سنوات ربما كانت تضاعفت أعدادها عما كانت عليه يعني في 2007. وبالنتيجة هذه التجاوزات تتوسع باستمرار لعدم وجود الحلول والمعالجات التي يعني تسهم في معالجة المشكلة جذريا. كما أشرتم في التقرير قبل قليل، نعم يعني حقيقة كانت هناك مسودة قانون قدمت بوقت مبكر من 2017 إلى مجلس النواب، ولكنها تأخرت ثم أعيد النظر بها ثم قرأت قراءة أولى في عام 2019. طيب أستاذ عبد الزهر، يعني بس لو سمحت لي، أنتوا قلتوا بوزارة التخطيط أنتوا الآن تجرون دراسات تتلائم مع المتغيرات بالنسبة للعشوائيات حتى نصل إلى حل يرضي الجميع. ما هي أهم ما يعني يعني أبديت اللي سويتوه بالدراسة؟ شنو هالمتغيرات؟ شنو هالدراسة تشمل لو سمحت؟ نعم. أولا أشير إلى أنه التجاوزات أو السكن العشوائي 87% من هذه التجمعات العشوائية نشأ في أراضي مملوكة للدولة، و13% فقط نشأت في أراضي مملوكة للقطاع الخاص. وبالتالي عندما تكون الأراضي مملوكة للدولة يمكن أسهل يعني معالجة وضعها أسهل مما كانت هي ملك خاص، على اعتبار أنه الدولة قادرة على التصرف بممتلكاتها وبالإمكان إجراء الحلول والمعالجات. الفكرة أنه بعض التجمعات العشوائية نشأت في أماكن غير قابلة للتأهيل، لا من حيث الأرض التي نشأت بها ولا من حيث التصميم، وبالتالي هنا تأتي هنا المعالجات. التوجهات والسياسة وخريطة الطريق التي وضعت في هذا الإطار هي أن يكون هناك يعني بدائل، مجمعات سكنية بديلة لهذه التي لا يمكن تأهيلها، للعشوائيات غير قابلة للتأهيل. وأيضا إذا كان هناك إمكانية لتمليك الأرض
لشاغليها ومنحهم تسهيلات كقروض لإعادة تأهيل الوحدات السكنية بعد ما يتم وضع المخططات والتصاميم، لأن كما تعلمون أنه أغلب هذه العشوائيات هي غير منظمة، يعني عشوائية بمسمياتها، لا توجد مخططات وتصاميم ممكن أن تعتمد في عملية تأهيلها. وبالتالي الفكرة هنا فكرة أنه بعض التجمعات يمكن تأهيلها، بعضها يمكن إيجاد البدائل والحلول، ولكن الموضوع الأهم والأساس هو لا توجد يعني أي إجراءات بإزالة العشوائيات ما لم توجد الحلول البديلة لساكني هذه العشوائيات. نحن نتحدث عن ما قرابة 4 ملايين عراقي يسكنون في هذه العشوائيات، فمن غير الممكن ولا من المنطقي ولا من المروءة والإنصاف أن يتم إزالة العشوائيات من دون إيجاد الحلول. لكن هذا تم أستاذ عبد بالفعل، يعني بتقريرنا بالموصل يعني القانون إلى الآن لم يشرع، هل يكفي قرار من الحكومات المحلية فقط لتشريد عوائل بدون بدائل للسكن؟ كيف يمكن التعاطي مع هذا الأمر قانونياً؟ يعني حقيقة لا أعرف يعني ما هو الوضع جرى بموجبه عملية الإزالة. أنا فقط أشير إلى يعني أقول ربما، ولست متأكدا من هذه المعلومة، ربما أنه بعض التجمعات العشوائية يعني نشأت أو ظهرت في أماكن تمثل هي مشاريع، ربما يعني مشروع معين ينبغي إكمال هذا المشروع، كأن يكون طريق مثلا، كأن يكون أي مرفق خدمي. هنا يعني يجب التعامل مع الحالة بهذا الشكل، ولكن حتى هذه في مثل هذه الحالة ينبغي مثلا إيجاد بديل لهؤلاء الساكنين في هذا المكان، في هذا التجمع، قبل أن تتم الإزالة. ولكن حقيقة كما ذكرت لك ناطق، لا أعرف ما هي الظروف التي تم جرت أو بموجبها تم إزالة مثل هذه التجمعات. طيب ذكرت بأنه يجب أن توفر بدائل وإمكانية تمليك هذه البيوت إلى أصحابها الساكنين اللي هم الآن متجاوزين. طيب هذه وما يشمل دراستكم، هل تعتقد أن الحكومة والبرلمان راح يوافق على تمليك البعض لهذه الدور أو إيجاد بدائل راح يوافقون عليها؟ الإيجابي بالموضوع أنه كل الجهات سواء كان تلك الموجودة ضمن مجلس النواب أو الحكومة، يعني كلها يعني متفقة على ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات لهذا الملف، لأنه أساسا هو نشأ ونمت العشوائيات بسبب وجود أزمة سكن، وبالتالي وجوب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في المعالجة. أو حتى النازحين لتهدم بيوتهم، حتى النازحين بيوتهم مضطرين بالضبط. يعني هؤلاء أيضا أكيد هي الحاجة، ألجأت هؤلاء الناس إلى السكن بمثل هذه الوحدات السكن، يضعها بين قوسين، هي حقيقة اسمها بيت ولكن لا تتوفر فيها متطلبات العيش اللائق للإنسان. بالنتيجة أقول كل الجهات هي يعني متفقة على ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات لهذا الملف ضمن مسودة القانون الذي المزمع يعني إعادة النظر به وتقديمه. يوجد مادة تتحدث عن إنشاء صندوق لمعالجة السكن العشوائي. هذا الصندوق حقيقة يمول من خلال مسارين أو من بابين، الباب الأول هو من خلال ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، والباب الثاني هو من المبالغ التي سيتم استيفائها من المستفيدين، وهي ستكون مبالغ رمزية من المستفيدين لغرض توفير الخدمات والمتطلبات البنى التحتية لهكذا تجمعات. طيب شو كنت تتوقع؟ وهناك أيضا حقيقة في ذات الموضوع نعم شو كنت تتوقع أنه يصل المسودة كاملة للبرلمان؟ لا أعتقد ستتأخر كثيرا، لأنه هناك جدية كبيرة يعني ضمن البرنامج الحكومي وضمن المنهاج الوزاري اللي صوت عليه مجلس النواب، كانت إشارة لهذه القضية، قضية السكن والتجمعات العشوائية. نتيجة نريد لهذا القانون أن يكون محكم وأن يعني يتضمن حلولا منطقية وجذرية لهذه المشكلة، لا نريدها أن تكون حلولا يعني لا تصمد أمام الواقع. بالنتيجة هناك لجان متخصصة وخبراء متخصصين بالتعاون مع يوان هابيتات منظمة الأمم المتحدة للمستندات البشرية بإعداد مسودة قانون يعني رصينة وتسهم في إيجاد الحل
لهذه المشكلة. بالمقابل أيضا هناك جهد حكومي كبير اليوم يبدأ الحقيقة في إطار معالجة أزمة السكن، سواء من خلال المدن السكنية، هناك 15 أو 16 مدينة سكنية جديدة، خمسة منها أعلنت والباقي يعني في طور استكمال المتطلبات والمخططات. هذه هي الأخرى ستسهم بحل مساحة كبيرة من مشكلة السكن العشوائي في العراق. متى يتم ذلك؟ أنه إحالة المدن السكنية الخمس في بغداد إلى التنفيذ؟ يعني الإحالة ستكون قريبة، خلال يعني بحسب معطيات وزارة الإسكان والعمارة والبلديات الإحالة ستكون قريبة، وهذه المدن هي حقيقة ستنجز بمراحل، يعني كل تنجز مرحلة يتم توزيعها ثم المرحلة الثانية. كل مدينة يعني تتضمن ربما 80 إلى 100 ألف وحدة سكنية، وبالتالي هي وفق يعني تنجز وفق مراحل، ربما بعد سنة من الآن تكتمل المرحلة الأولى وتوزع وهكذا. أريد أسألك سؤال يعني برا ملفنا الحقيقة، يعني حصريا أنه ممكن نقول شو وقت يتم تنفيذ الإحصاء والتعداد السكان للعراق باعتباركم وزارة التخطيط؟ نعم التعداد العام للسكان والمساكن يعني الأسبوع ما قبل الماضي اجتمعت الهيئة العليا للتعداد واتخذت قرارا أن يكون موعد التعداد العام للسكان بيوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 السنة المقبلة. وبعد ذلك حقيقة مجلس الوزراء في جلسة الماضية في الأسبوع الماضي أصدر حزمة من القرارات المهمة التي وضعت كل إمكانات الدولة بمؤسساتها في يعني في دعم وزارة التخطيط من أجل تنفيذ التعداد العام للسكان. الموازنة موازنة 2023 تضمنت تخصيصات مالية ستمكن الوزارة من المضي قدما في استكمال المتطلبات والبنى التحتية. طبعا المشكلة اللي عطلنا خلال السنتين الماضية هو يعني إشكال مالي، ما كان هناك تخصيصات مالية لا في عام 21 ولا 22 و23 تأخرت الموازنة. وبالتالي بعد ما أقرت الموازنة سيكون موعد التعداد هو العام المقبل إن شاء الله. المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي، شكرا لهذه الإيضاحات. مدينة سومر شهدت افتتاح مسبح كبير صممه طلبة الهندسة في جامعتها، لا تقتصر أهميته على كونه أول مشروع ترفيهي بعد عقدين من فشل الخدمات، فهو أيضا يسهم في إنقاذ أبنائها من خطر الغرق في نهر دجلة. التفاصيل ستكون مع محمد قادر. بعد 20 عاما من سوء الخدمات تشهد سامراء افتتاح مسبح يعد أول مشروع ترفيهي في المدينة. المسبح شهد إقبالا غير مسبوق للشباب والصغار بل حتى كبار السن بعد 72 ساعة فقط على افتتاحه، إذ دخله أكثر من 3000 شخص في أول أيام افتتاحه. مدة الإنجاز كانت سنتين، إحنا كملناه بسنة وست شهور تقريبا خلصنا، وهذا المسبح قدامكم جاي تشوفوه. يعني إحنا سوينا أزيد شيء على مود المدينة جاي يصير بها غرق بنهر دجلة هواية، كل سنة من 20 إلى 15 واحد يعني يروحون كل شاب. تبلغ مساحة المسبح 5000 متر مربع، إذ صمم وفق مواصفات عالمية على يد طلبة في كلية الهندسة بجامعة سامراء، ليضم مطاعم وقاعات رياضية وحدائق عامة، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول الشخص البالغ 7000 دينار وسعر تذكرة دخول الصغار 3000 دينار، وهو الأقل مقارنة ببغداد وأقليم كردستان. هذا المشروع
افضل مشروع حاليا في سامراء، يحمي الاطفال، يحمي الشباب اللي من الغرق من اي شيء، ومشروع يعني ترفيهي، الناس ماكو اي مكان تروح له، وحقيقه احنا فرحانين كرياضيين كشباب كنا نفتقد بالمدينه لهيك مشروع، ونتمنى هاي خطوه اولى بدايه لخطوات جديده انه حقيقيه بالمشاريع الاستثماريه في سامراء. وتقدر كلفه انشاء هذا المشروع بنحو 2 مليون دولار ليكون اول متنفس حيوي لشباب سامراء بعد سوء الإدارة والتخطيط طوال السنوات الماضية. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. ومن سامراء نختم النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.